جمعة سخونة بالقدا بالقدا تعديت. شعبيتك طلعت فيها ياسر معناتها. ها؟ حكاوا عليك في مصر في لبنان، كيفاش عشت يا جماعة؟ مالي سالت كيفاش عشت معناها؟ أي. أنا عملت هذه الكورس معناها. أبار أبار. على محمد صلاح والسكتش اللي صار. مش نحب نقول كلمة معناها للإخواني المصريين واللي فان محمد صلاح الكل معناها. نحب نقول لهم رحنا التوانسة راهو وصلنا لدرجة من الديمقراطية الحمد لله يا ربي في تونس اللي عطتنا الثورة اللي عادي نفركوهم على رئيس دولة أعلى هرم في السلطة نفركوهم عليه ونحطوه في دي سيتياسيون. عندنا أبطال زاد احنا راهو عندنا أسامة الملولي اللي هو أول أتليت إفريقي وعربي في السباحة ياخذ معناها الميداي دور أول ميدالية ذهبية أولمبية دخلت في تاريخ العالم العربي والإفريقي دخلها تونسي محمد القمودي لكن ما لحصلهمش طريقة شنية ما لحصلهمش أنهم عبيد ما همش أنبياء وليسوا صحابة من صحابة النبي هم ليسوا مقدسين وما عندنا حد مقدس والتونسي رانا احنا ما تربيناش على التلحيس ما يكبر قدامنا حد أما في إطار الاحترام به في العالم أجمع ينبروا على في شكل كوميدي تنجم تنبر على الناس الكل كريستيانو رونالدو اللي هو أقوى جوار في العالم السنين الأخرى ينبروا له على ولده هو سميوه الجيلاني مرة مسمينه محمود أو قالوا يبيع في المشموم والكل ما يجيوش جماعة من البرتغال يقول لك معناها أمان بولد بلادنا تفركوا فيهم عليه وكريستيانو اللي هو أسطورة خاطر وصلوا بدرجة من الوعي بدرجة من واحد يعرفوا اللي في الكاريكاتور وفي التفادليك وفي البارودي اللي برشا ما يعرفوش معناها بارودي اللي هي فن السخرية تنجم تسخر من كل شيء احنا هذا اللي خلينا الجهل عند العرب اللي خلينا كان عند العرب تلقى رئيس دولة يقعد 30 و 40 سنة ويقورن بالستين سنة علاش خاطر نصنعوا منهم حاجة عظيمة وما يتمسش في محمد صلاح أنا في محمد صلاح حب نقول ما هوش تبرير موقف التوانسة الكل نحبوا محمد صلاح أنا واحد من الناس معناها فخر لينا أنا كي مركي بونتو في محمد صلاح مع ليفربول نتهزوا نتحط في القهوة أنا كي اختاروا قالوا لي اختار شخصية العام في الكرسي هذا اخترتوا شخصية العام اخترتوا شخصية العام وقلت السيد هذا محمد صلاح هات خنشوفوا هات خنشوفوا شنو اللي قلت الله يرحمه انا البيرسوناج العام ريت محمد صلاح خاطر نتبع فيه على الاخر حاجه شرف على الاخر معناها البصار معناها تبارك الله معناها شرف ما نجمش ما تحكيش عليه شرف للمصار وشرف للعرب الكل والمسلمين خاطر كل ما تصير حاجه تشوه الاسلام اخر مره في المغرب البنات اللي تذبحوا والكل صحيح هو يخدم في خدمته لكن قاعد يشرف وصلوا برشا في ليفربول ولا في لونجلوتير باخلاقه هو بالبنتويات نتاعو بالديسيبلين نتاعو يعطي في تصويره باهيه للعربي راهو العربي المسلم اللي صحيح عنده لحيه والكل لما راهو العربي والمسلم راهو ينجم يشرف البر وينجم يشرف ويعرف ينجم في الاوروب يكون دارس ويكون اكزامبل كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم اكزامبل للكل ينجم بالحاجه الباهيه تكون اكزامبل وتتبعوا العباد بعد كل بونتو ماركي يجد ويصلي ويطلب ربي وكي يعملوا في يشربوا هما في الاحتفالات والكل ما يشربش معاهم اما محبوب على الاخر في لونجلوتير والكل هو شرف لينا واضح مانيش انا مش حمدي النجاز يتكلم هو معناها انا نعرف قيمه الانسان هذا شوف كي كملت انا سكتش ايش قلت اخر فيديو موجود الفيديو كي كملت انا سكتش فادلكوا عليه فخر لينا العرب ونفادلك طبعا لا بنعذر بتفادلك صاحبي وخويا محمد تكلموا انا سبعت له ميساج خويا صاحبي محمد يلا قلت فخر ومن بعد زدت قلت فخر شنو نصب له كارت في التليفون شنو نعمل معناها قلت نحب نقول لهم راهو الله 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 كريم نحب نقول لهم راهو للعباد اللي تتفرجوا فينا رانا احنا كي نبروا بطريقه كوميديه ولا فاس قالت القمل وما تجيش تقول القمل انا قلت على روحي مره في سكيتش في اطار سكيتش تمثيل انا اللي قلقني في هذا الكل مش اللي الاعلامي اللبناني هيك النكر هذاك وجو مي بيرمي مش نقولها خاطر انا عندي معاه هو مشكله ومعاه اعلامي اخر مصراوي ها هو معاه معناتها زوز نكرات يروجوا في الاكاذيب ويروجوا في كذا ما نعرفوش هذا توني شكون هو هذا فرق بوماضه لبناني ما نعرفش عليه بالله خلينا نحكي معاه بالله خلينا نرجع لي تصويرته خلينا نركز معاه بالقديم ولا يتعدى في الاذاعات عادي ليه عندك حق شكون؟ في واحد شقنوس لبناني كان ياكل ما تقولش على اسمه ما خليه هي هذا السيد هذا توني خدود وعجبوني ولا شو اسمه هذا لحظه لحظه السيد هذا ما فهمتش انا نحب نقول له يا توني يا ولدي راك لبناني على روحك معناها خليك معناها السلس محليك مع برفان ودنيا ورايض معناها بختانا متوانسه ما تدورش بينا ما تدورش برا شوف حاجه اخرى تلهى به السيد هذايا تو والله لا فهمت انا تو انا حكيت على محمد صلاح يعيش في مصر
احنا والمصار واخوه ديما نفادلكم مع بعضنا. ديما الاهلي تربحنا مره نربحوها مره الزمالك نفركوا فيهم على بعضنا، عندنا تاريخ معاهم معناها سواء الاسبيرونس الاتوال الكلوب سي اس اس، عندنا تاريخ التوانسه والمصار قراب لبعض. تعاركوا احنا مثلا صارت مشكله احنا ومصر اللي احنا جيران معناها، ما فهمتش انا وجاري اش مدخل حماري. ايش دخل حماري يا اخ انت في على روحك، كان جبت اليسا كان جبت ملهمه الشباب المناضله مايا خليفه تكلم. انا جبت محمد صلاح والمصارو عندهم حق يتكلم. ايش في روحك؟ ايش داخل دراش داخل ضغط قام يتكلم فهمتني؟ ويزيد وتحي يتكلم والكل نحب نقولوا يا توني وبرسمك جاوبت، نقعدوا نلعبوا انا وياك انت طايش تنس، نقعدوا نلعب هبط فيديو نقعد نجاوب فيك للصباح. الفازات اللي تعمل فيها هذه نتاع مو صلاحيه تتقعد يا ولدي سيبنا يرحم بوك. ما اخي بو يتكلم شو مدخلك؟ واش شرح لك شو مدخلك؟ التوانسه فرحوا به في الكومنتات، قاعدوا له تفكيره في الكومنتات من الحكايات نتاعو، خاطر متبلانجي، تو هي تفادليك وهو داخل انت استاذ كريم، فاميلتك مجملين، عائلتك مجملين، يا خويا معناها هو في باله كيفاش يقول. اي في هذه في هذه رد عليه. في هذه كان يجيب الرد عليه على انا سيد احنا علاش نقعد اوكي؟ شوفوا في العالم مش الفرنسيس فاش يعملوا، شوفوا التلاين هو مش زال يا تبولي هذا، قول له قول له راكم لا تمثل شعب لبنان، شعب لبنان شعب عظيم وعندي صحابي لبنانيين عندهم وعلى دلعونك على دلعونك، انا نقول له وعلى دلعونك وعلى دلعونك انت اللي في حاجه تتبس تحت السروال. هاي يا خوذ حتى انت وصلك الطش. وصلني الطش استاذه. استاذه استاذه خولي لا اخزر، انا تو مش تكلم على محمد صلاح ولا اوكي كريم، تكلم اسي وكل شيء وفخر به، ومش تكلم على المصريين خاطر اصحابي ويحبوني ونحبهم وكل، ولا اللبنانيين كيف كيف خاطر اصحابي انا وياهم يحبوني وكل. هذيك علاش انا سالتهم قلت لهم بربي السيد هذايا توني نحب نعرف اسكو تعرفوه ممثل مذيع ممثل خاطر يحكي على الكوميديا وكل، حتى كلهم قالوا لي حتى واحد ما يعرفوا ما يعرفوش نكره. يا اخي قلت برا نوسع بالي يا توني وخذيت بخاطرك وقلت خلينا نمشي نشوف فيديوهات نتاعو كيفاش نتعلم الكوميديا خاطر هو قال تعلموا الكوميديا. يا اخي تحت بالفيديو تعلموا الكوميديا انا عطني. العلم معرفه والمعرفه نور والنور كهرباء والكهرباء خطر، فلما العلم فاعل خير. مش علمنا الكوميديا؟ انا تعلمت منه برشا، تعلمت اللي انا ما لازمنيش نتعلم ونسمع التفاهه كيما اللي خرج بها طفله سنه رابعه والله قديمه ياسر. علم ونور فلماذا نتعلم؟ هاي بربي سكر علينا الموضوع بربي زعفر اسمعني يا جماعه، ولا واحد فوق النقد ولا كل واحد تحبوا تنقدوه وتعملوا سكتش عليه. هذه المره الجايه باش نحكي انا على جورج وياه، خلي جمهور ليبيريا يتغشش علي. نسكر الموضوع عادي قفلنا انقصوا الموضوع.